أطباء الغد يقررون مقاطعة الامتحانات الفصلية ويتدارسون البرامج الاحتجاجية. أعلن طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة مقاطعتهم الامتحان الذي كان من المرتقب أن تنطلق يوم غد الأربعاء، على الرغم من كل الجلسات التشاورية التي تمت مع ممثلي الحكومة لحل حالة هذه الأزمة التي عمرت لأزيد من 6 أشهر جرت خلالها مقاطعة امتحانات الفصل الأول والتداريب الميدانية والحصص الدراسية من لدن أطباء الغد. وحسب ما علمته هسبريس من مصادر طلابية، فإن التصويت الذي جرى على مستوى كليات الطب والصيدلة أفضى إلى نتائج تفوق 90% تخصص الطلبة المقاطعين للامتحانات التي سبق أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن موعدها منذ أيام، معيدين بذلك الأزمة إلى الصفر بعد أن كانت قريبة من الانفراج فيما مضى، خصوصا بعد ملاقاة ممثلي الطب. Thank you.